تقولي لا حلو. انا هلا بمحل المفضل بكل هالعالم اللي هو ديزني لاند باريس. سو ترجع لكم شوي. انا كنت بدبي واهلي كانوا بكندا, صار لنا شي 6 اشهر مش شايفين بعض, سو كتير مشتاقين لبعض. هني سافروا من كندا, انا سافرت من دبي, والتقينا بالمطار بباريس. انا هلا بالمطار, صار لي شي 4 ساعات ناطرتهم اخر كم لحظه قبل ما اشوفهم. جينا على ديزني لاند, كمان قاعدين بديزني لاند نيو هوتيل اللي هو ذا مارفل هوتيل, هوتيل كامل عن مارفل, سو فيكم تتخيلوا قد ايه محمدين. Party in the elevator. سو هيدي الأوضة, it's so modern and beautiful. اوكي, سو هيدا هو الهوتيل ونحن وين وكل شيء. سو خلينا نبلش بالفلوج ونمشي على ديزني لاند, لان بدكم شي 5 دقايق ماشي وبتوصلوا على ديزني لاند. سو ليتس دو ات. مصدقين انه نحن هون, كل واحد منا عم لك انا بدبي وانت بكندا. مين متحمس اكثر شيء اول؟ انا ماما اكثر شيء. Let's go on some rides. كذبنا على ماما وقلنا لها انه هيدي كثير بتخوف. جبنا حيوية, هلا هنبلش الرايد اللي بخوفه. سو ان شاء الله. A few moments later. الله عم بكي قد ايه قد ايه عم بيصرخوا هني ورا, يعني على الخوف ما قدرت عيط, ما طلع صوتي. لا ماما هيدي عادية ما بتخوف عن جد. ماما تقتلنا هلا, ما عرفت ولا ما عرفت. هلا حيطلعوا بعد ما خافوا. هيدي اكثر واحد بتخوف. شو كيف؟ لا شو؟ أسوأ شيء ولا لا لا؟ I nearly passed out. قد ايه من 1 ل 10 قد ايه بتخوف؟ 9. انا هلا بباريس, اغلبية الموضوع اللي خلاني اجي لهون معهم هو انه انا عم اشتغل مع ديزني على فيديو كتير كتير حلو حنزل لكم اياه قريبا, بس لهلا ما في العب, رايحة اعمل شعري وميك اب. هي قاعدة تشتغل انا حروح العب. انا حصور وجاي بس يلعب. اوكي بتعرفوني قد ايه I love Tangled من ديزني, شو رأيكم؟ This is crazy. حاسة حالي يعني اخيرا صرت انا بالمحل اللي مفروض تكون فيه, بالدرس اللي مفروض تكون فيه. اخ this was amazing. The next day. What do you mean? Oh my god, انا وصلنا على باريس, انا شو شكل غرفة وانت احكوا لان انا مش عارفة what to do. I
ماي جاد. هلا رايحين نستكشف باريس. كده قدامنا ايفل تاور. كنت تشوفوا قد ايه طولان ريكي. كل واحد واقف عادي اوكي؟ سو ريكي صغير الزحمه صار قد صار طوله. سو ما بعرف شو احساسي honestly but like بجد. رجعنا على الغرفة. أحلى شيء بكل هيدا شو إنه مش ضروري نضلنا برا، فينا بس نجي على البيت نقعد والايفل تاور حالنا. مش ضروري نترك البيت which is my favorite thing in the world. واو كونسنسس. واو حنعمل متة نقعد هون نشرب متة ونحضر الايفل تاور. نحضر شو عم تعمل ما بعرف but like we chill. صباح الخير. I woke up like this. امبارح نمنا بكير تيكون عنا طاقة لنبلش اليوم بالطريقة الصحيحة. ياي! I can't believe it! هيك بتساعدوا اخواتكم. حد بيعمل سؤال؟ لا؟ أنا بينكم. بعملها لحالي انتوا ثلاثة عم تقولوا. Let's go. Mom, I don't think we're doing this right. تعرفي تعرفي تقاعد. جايز بدي اخذكم ورا كواليس التصوير اوكي؟ قاعدة عم صور سال. فقاعدين عم نصور اكيد مع دبليو. كل مرة بقدر فرجيكم عم اجيب سو فرجيكم شو بنعمل. سو هيدي الصورة هون. سال قاعد عم يشرب قهوة. اوه حرقت حالك؟ That's right. قهوة ولا ماي؟ ماي سخنة. على منطقة اسمها أخذت شي 5 ساعات تاكلنا نجانس. فكرت أنا بتأخر بس بقى جايز سال عم بيقلنا لبوب اشياء مش صحيحة عم بيقلب اخبار صدقت ها؟ قلت له نابليون اجى كان عايش هون. سو هلا عم نتعلم اشياء حقيقية مش الاشياء الكذبة اللي عم قلها لماما. سو بيكاسو وفان جو كانوا عايشين هون بهيدي الضيقة يعني. لا فان جو فان جو كان يتمشى. يتمشى هون بالساحة ويتغدى هونيك بالمطعم. Before, it was really old, but they wanted to build it here. Like next year. Yeah, yeah. نحن هلا بمحل يعني ما بنعرف random place بباريس. هلا قال له لماما انه كنت مفروض يبنوا الايفل تاور هون بس عمروا هوني. اكثر شيء بتعملوه بباريس ماشي. اذا بترجعوا باريس بدكم شوز مريح. هلا وصلنا على الهوتيل قاعدين عند غرفة ماما وبابا عم نشرب متة نرتاح قبل ما نظهر مرة ثانية ونمشي اكثر. حي خلصنا ارتحنا وهلا جينا على شون ذا شيب. شون ذا شيب شون ذا ليزي. حتى المكدونالدز تبعهم كلاسي اسود عاملينه. هيدا الارك دي تريومف ما بعرف شو عاملين فيه ولا عاملين قرف بس نحن ما بدنا كل هيدا. نحن طالعين لهون. هيدا شانزليزي هون في ايفل تاور في كم هيدا وفي زعل هون. هيدي سانتا كلوب وين كنا اليوم. صار لي فترة طويلة سنين مش عايشة مع أهلي ولا إخواتي. يعني إخواتي أكتر من 5 سنين.
شوي صعب. It ain't cute. Anyways, شوفوا مثلا الأوضة كيف صارت كل شيء فوق بعض لأن في ثلاثة هون. It's okay, cause I love you, kind of. في هول السكوترز بتعزون تتنقلوا من محل لمحل بباريس. هلا عم نعلم ريتش ماما وبابا. يلا جو جو. سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد لا نعقنا أي مخفف كنا لا لا ولا ما حدا غنى هيك في باريس. شيكسبير اند كومباني كل الكاتبين المشهورين كانوا يجوا لهون وهلا بحطوا الكتب هون ومنكمل الكتب قلنا لها مام انه شيكسبير كان عايش هون ولا هو اصلا من فرنسا ولا شيء. اذا شايفين هون ورا النوتردام كله انحرق هون عم بيظبطوه. It's crazy. بحب طمنكم انه وقعت بالسكوتر ما بعرف ليش وصار لي بس ما ركزت لحظة وضربت بالرصيف وقعت الحمد لله مضيت على خير. هايدي كلها دم فما حفرجيكم ولا شي بس حطيت بلاستر والحمد لله الحمد لله مضيت هيك لان ما بدنا هيك شي بهالرحلة. ما بعرف ليه كل رحلة اذا بوقع دايما بيجي على ركبتي حدا فسر لي شو هالمعنى. Anyways, هلا رجعنا على بولمان هوتيل قاعدين عم نستمتع بالمنظر الرهيب لاخر يوم بهيدا الهوتيل. عم نودع هيدا المنظر مش فلين من باريس بس رايحين من هون من هيدا الهوتيل اللي هو البولمان ايفل تاور على هوتيل كمان رهيب. يو هلا وصلنا على المادرين اورينتال بباريس. What do you mean? Crazy. اوكي اول شيء حفرجيكم اوضة ماما وبابا بعدين بيجي السويت تبعنا. وهلا دور اور سويت. سويت. صديقي يلا قاعدين هلا هون على الفرندا عم نغني روميو صديقي. حاسس حاله انه هو عايش جو عايش دور الروميو لانه هو بيقعد هيك على الفرندا صح؟ عنده سويت. يا الله شمست اليوم and the weather المنظر رهيب. So when Romeo comes up and he like starts helping people. أكيد أنا عم باكل أفوكادو توست حتى بيرس بلكي عنده الغير طيور عايشين معنا هون. It's so cute. عم جمعوا العائلة بعد ما ماما عم تعمل كل مرة بنضيعها لماما تكون عم تصوم. وصلنا على اللوب اخيرا حنروح نشوف كل شيء خصوصا الموناليزا. شوفوا كل هاللاين اب شوفوا الموناليزا اللي هي هالقد صغيره. او ماي جاد هيدا الصالون تبع نابوليون. هلا في رسالة حدا يزت لي الملح كثير هيك انا بعرف شو ثلاث اشخاص هو قد ايه بيعرف. رجعنا على البيت وغيرنا وهلا جينا نشوف اللوف واو شو بيان. anyways نحن حنستمتع بباريس لكم ساعة بعد ونشوفكم انتو في فيديو جاي قريبا لان عندنا رحلة تانية بعدين part 2 let's go so بحبكم 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 ونشوفكم في فيديو جاي peace.